وجدت الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم كالد من أجل دعم الطلبة ذوي اختلافات التعلم، وقد قامت ببناء خططها الاستراتيجية خلال 12 سنة الماضية من أجل تحقيق دعم يشمل كافة نواحي حياة هؤلاء الطلبة الأكاديمية والنفسية والاجتماعية. تأتي جائزة المعلم المتميز ضمن المشاريع التي تقوم بها الجمعية من أجل تحقيق التعليم الجيد الذي هو الركيزة الرابعة في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومنها تهيئة بيئة صفية ملائمة وزيادة عدد المعلمين المؤهلين. حقيقة منذ روضنا حلم التغيير ونحن عم نحاول أنه نوجد آلية تمكننا من تحقيق هذا التغيير على الأرض، لذا كان لابد من التوجه إلى الركن الرئيسي في هذه العملية ألا وهو المعلم. فجاءت جائزة كالد للمعلم المتميز لتحفيز المعلمين ومواكبة تطلعاتهم الدؤوبة لتطوير أدائهم ونشر ثقافة تقييم الذات ورفع مستوى التعليم في مدارس الكويت. لتحقيق ذلك كان لابد من إيجاد نموذج عالمي بتدعم الدراسات والأبحاث الميدانية، لذا اخترنا نموذج شارلوت دانيلسون للتعليم الفعال واللي يمكن من خلاله تقييم أداء المعلمين من خلال محكات واضحة بتقيس 4 مجالات رئيسية، وهي فعالية التخطيط، 2 بناء بيئة صفية إيجابية، 3 فعالية التدريس، 4 والأهم التقييم الذاتي. إن وعي القائمين على الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم بأهمية التركيز على الاختلافات بين المتعلمين من حيث طبيعتهم وطاقاتهم وحاجاتهم أدى إلى توجيه خدماتها نحو ذلك، كما أنها قدمت العديد من الخدمات في هذا المجال، وأبرز هذه الخدمات جائزة المعلم المتميز. سعت إلى نشر الوعي في الميدان بين المعلمين بأهمية الاهتمام في الفئات المختلفة ومراعاة خصوصيتها عند التعليم، مع ملاحظة أن هذه المطالب والمنطلقات جاءت منسجمة مع المستجدات التربوية والعالمية وباتجاه الدمج التعليمي المبني على ضرورة استيعاب فئات التعليم المختلفة في مكان أو مدرسة واحدة مهيئة ومؤهلة لتحقيق النجاح المطلوب في حياتهم العلمية والعملية، ويكونوا بهذا أعضاء فاعلين في المجتمع. جاء انضمامي للجنة تحكيم الجائزة من منطلق إعجابي بفكرة الجائزة كمنصة علمية تهتم بتشجيع المعلمين المتميزين والمؤمنين بدورهم في التنمية المجتمعية وبناء الإنسان. ومن هذا المنطلق أود أن أؤكد على قيمة أساسية كبيرة ومهمة، هي قيمة تقدير المعلمين لما يقومون به من جهد كبير أثناء إعداد الدروس بطرق إبداعية وبحثهم الدؤوب المستمر لاستراتيجيات تعليمية وأنشطة تربوية تسهم في توصيلهم المعلومة لطلبتهم باختلاف فروقهم الفردية وبطريقة إيجابية وسهلة توصل لهم هذه المعلومات وفقاً لطرق تعلمهم المختلفة. عندما بدأنا فكرة إنشاء جائزة المعلم أتاح لي عملي كرئيسة قسم بمراقبة المدارس الأجنبية بإدارة التعليم الخاص أن أكون حلقة وصل بين وزارة التربية وبين جمعية كالد. لم يكن للجائزة أن ترى النور وأن تصل إلى ما وصلت إليه الآن بدون التعاون الكبير الذي أبداه العاملين في وزارة التربية، وعلى رأسهم معالي الوزير السيد بدر العيسى الذي مثل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في حفل توزيع الجائزة في دورتها الثانية. كل الشكر للإدارة في كالد للاهتمام بالمدرسين وتكريمهم المدرسين المتميزين. اعتمدت الجائزة على معايير عالمية مميزة مستمدة من إطار شارلوت دانيلسون لتقييم وتطوير المعلم،
ولذلك التزمت لجنة التحكيم بهذه الخطوات. وكانت الخطوات كالآتي: الخطوة الأولى يرشح المعلم نفسه أو يرشح من قبل إدارة المدرسة. الخطوة الثانية يقوم بتعبئة نموذج معد من قبل إطار شارلوت دانييلسون الذي يتضمن 4 محاور. الخطوة الثالثة يقوم المرشح بتصوير فيديو لحصة كاملة من اختياره. والخطوة الرابعة تقوم لجنة تحكيم الجائزة بزيارة المرشحين الذي وصلوا إلى مرحلة النصف نهائي. يقوم المرشحين الذي وصلوا للمرحلة النهائية بحضور دورة تدريبية للارتقاء بقدرة المرشحين في تقييم ذاتهم، والتي كانت آخر مرحلة في التقييم لجائزة المعلم المتميز، وبذلك انتهت أعمال اللجنة باختيار الفائزين 3. يقول جبران خليل جبران: تقوم الأوطان على كاهل 3: فلاح يغذيه، جندي يحميه، ومعلم يربيه. نعم، معلم يربيه بالتشجيع والتحفيز والإيمان بقدرة كل إنسان، معلم كالذي نسمعه في القصة التي روتها رئيسة كالد عن أحد الأطفال الذين تغيرت حياتهم بسبب كلمتان صدرت عن هذا المعلم الإنسان. ستيفن طفل عمره 8 سنوات، منطوي على نفسه، يحاول أن يتفادى أسئلة المعلمة، يعاني من سخرية وتنمر أقرانه. في يوم من الأيام جاءته الشجاعة ورفع إصبعه الصغير ليجاوب على سؤال في الفصل. في تلك اللحظة توقف العالم أمام عينيه وهو يرى كيف لمعت عينا المعلمة وهي تضرب بقدمها في الأرض قائلة: That's right Stephen، برافو ستيفن، هذا هو الجواب الصحيح. يقول ستيفن هوبسون الكاتب المشهور والفائز بجائزة أفضل موظف في بورصة نيويورك: في تلك اللحظة أصبحت نجماً لأول مرة في حياتي، شعرت بأنني صرت أطول وبأن ثقتي بنفسي بحجم الجبال وبأن الكل ينظر إلي بإعجاب. 3 كلمات قالتها المعلمة كانت كافية لأن تغير مسار حياتي وتفتح لي الطريق للتميز والنجاح.